الجيش الليبي ينفذ عملية عسكرية نوعية جنوبي البلاد ويقتل أخطر قيادات تنظيم القاعدة. أنقرة تعارض انتشار قوات الجيش السوري في منبج بعد تأكيد موسكو ضرورة نقل السيطرة على شمال سوريا إلى دمشق. تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن يطالب بتحرك دولي لوقف تهريب السلاح وتعزيز عمليات تفتيش السفن. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس الإعلام، أهلا بكم. تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من القضاء على أحد أبرز قيادي تنظيم القاعدة والذي يدعى أبو طلحة الحسناوي، وقتل الحسناوي بعد مداهمة قوات الجيش لمنزل كان يقيم به بمنطقة قير الشاطئ جنوب ليبيا، كما قتل شخصان خلال المداهمة بينهما أحد العناصر الإرهابية المصرية. أعلنت تركيا معارضتها لانتشار الجيش السوري في مدينة منبج شمالي سوريا. يأتي هذا الموقف برغم مطالبة روسيا بفرض سيطرة دمشق على مناطق الشمال بعد الانسحاب الأمريكي. ذكر تقرير لجنة خبراء في الأمم المتحدة أن عائدات وقود مشحون من موانئ في إيران تساهم في تمويل جهود المتمردين الحوثيين في اليمن ضد الحكومة المدعومة من السعودية. وأضاف التقرير أن شركات داخل اليمن وخارجه تعمل كشركات في الواجهة من خلال استخدام وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. مقتل متظاهرين اثنين في السودان خلال تفريق مظاهرة شعبية. أهلا بكم من جديد. أكدت الشرطة السودانية مقتل شخصين خلال تظاهرات مناهضة للحكومة في الخرطوم، بعكس ما أشارت له المعارضة بمقتل ثلاثة متظاهرين. وشددت الشرطة على أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ولم تستخدم الرصاص. دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى عودة سوريا للجامعة العربية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية المشاركين في القمة العربية الاقتصادية في بيروت. يأتي ذلك وسط احتدام النقاش والجدل السياسي في لبنان بشأن مستوى التمثيل المتدني للوفود وغياب الأغلبية الساحقة من الزعماء العرب. في الختام تذكير بأهم العناوين. الجيش الليبي ينفذ عملية عسكرية نوعية جنوبي ليبيا ويقتل أخطر قيادات تنظيم القاعدة. أنقرة تعارض انتشار قوات الجيش السوري في منبج بعد تأكيد موسكو ضرورة نقل السيطرة على شمال سوريا إلى دمشق. تقرير لجنة الخبراء بشأن اليمن يطالب بتحرك دولي لوقف تهريب السلاح وتعزيز عمليات تفتيش السفن. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.